مغرب اخبار يوميه السلام عليكم ورحمه الله شهد الحفل الذي تم تنظيمه امس باحد فنادق طنجه فوضى كبيره ادت الى الغاء الحفل في الساعات الاخيره للعرض وذلك بعد تعرض عدد كبير من الفنانين والعاملين في الحدث الى عمليه نصب كان ابطالها المنظمين وفوجئ الحضور من الفنانين والضيوف الذين اشتروا التذاكر بمبالغ ماليه مهمه بالغاء الحفل الذي حضره كل من المصري حماده هلال والكويتية حليمة بولاند والمغربية المقيمة في الإمارات مريم حسين وهدى سعد وهند زياد وأخرين دون تقديم أي توضيحات وبحسب مصادر جريدة فبراير الإلكترونية فإن الفنانين رفضوا إحياء الحفل بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية الأمر الذي نتج عنه مشادة كلامية في بهو الفندق في حين منظم الحفلة تحجج بفقدان زوجته الوعي وضرورة اصطحابها للمستشفى لمعاينتها طبيًا إلا أنه كان يخطط للهرب، وأضاف ذات المصدر أن أمن طنجة قام بإلقاء القبض على المنظم وزوجته في المطار وبحوزتهما مبلغًا ماليًا مهمًا كان على وشك مغادرة التراب الوطني.